إخواننا الكرام، هو الدين ليس وردة توضع على الصدر، لا. الدين هواء تستنشقه، علاقتك مع الدين علاقة مع الهواء. إن لم تستنشق هذا الدين العظيم في موت محقق. أصل الدين معرفة الله، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى تفكر. والآية تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. لذلك التفكر طريق معرفة الله عز وجل، وأصل هذا الدين معرفة الله. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، بينهما 156 مليون كيلومتر. وفي برج العقرب نجم صغير اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ما هذا؟ هذا الكون أخواننا الكرام بين الأرض وأقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية، يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف. طيب في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. لو في طريق لهذا النجم ومعنا مركبة أرضية، متى نصل إليه؟ بعد 50 مليون عام. أقرب نجم ملتهب للأرض هذا الشمس. لو في مركبة أرضية وفي طريق لهذا النجم نحتاج لخمسين مليون عام. متى نصل لنجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية. متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ مليونا سنة ضوئية. متى نصل لمجرة حديثة؟ بعده عنا 24000 مليون سنة. هذا الإله العظيم يعصى. وحينما قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.